في هذه الأيام المباركة. السؤال هو يقول السائل فيه: ماذا تنصحون به الصائمين بالنسبة لصلاة العيد؟ وهل تقام في الجبانة خارج البلد؟ وماذا يقول الصائم وهو ذاهب إلى الجبانة وعن صلاة العيد؟ وكم التكبيرات في الركعة الأولى والثانية والدعاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله على كل حال ما كان، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك المتعال، وأن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين في كل وقت وأوان وحين. جزى الله عنا نبينا أفضل ما جزى نبياً عن أمته، قد علمنا كل شيء. قال سلمان الفارسي، قال له قائل، قال لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم. قال: ثلاثة أحجار ينقين المؤمن. صدق، قد بلغ علمنا كل شيء. صلاة العيد مما ينبغي للإنسان في طريقه إلى صلاة العيد يكثر من التكبير، من التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يثني على الله ثناء الحسن لأنه قد فاز بصيام رمضان وأداء الفطرة في صبح العيد، لأنه جاء في الحديث: اغنوهم في ذلك اليوم، يعني نغني الفقراء. يخرج الإنسان بعد صلاة الفجر يخرج الفطرة، شيء عظيم، يزدهر قلبه، لأن يقال أن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تخرج الفطرة. فإذا تم وخرج إلى الجبان وكبر وهلل وسبح وأثنى على الله ثناء الحسن يبتدئ الصلاة، ما بش فيها تكبير ولا إقامة ولا شيء، يعني ما بش أذان، ما بش أذان ولا أذان ولا إقامة. الصلاة قائمة يا مسلمون أثابكم الله. فيفتتح الإمام ويصلي بنا، يأتي فاتحة الكتاب وسورة، إما سورة الضحى، والأحسن أن يأتي بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية، هاتان السورتان، يقرأهما، وبعد القراءة يقول الله أكبر، والناس بعده يقولوا الله أكبر. هذه تكبيرة أولى، والعادة أنهم يقولوا استحساناً الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلة بعد التكبيرة الأولى، ثم يقول الله أكبر، والمسلمون بعده المصلون يقولوا الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلة استحساناً، شيء عظيم. سبع تكبيرات هكذا كما سمعتم، والثامنة يعني يعتدل بها للركوع، يركع بالثامنة، هذا في الأولة. وفي الثانية يقرأ فاتحة الكتاب وقرأ سورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا ينحني للركوع، لكن يقول الله أكبر، والمصلون يقولون بعده الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يعني وبعضهم يزيد في الذكر شيء، كل الأمر موسع، لا سواء، لا نعترض على أحد أبدا، الأمر موسع. فيكبر خمسة تكبيرات والسادسة في الثانية، والسادسة يركع بها، وهكذا. وبعد الفراغ من الصلاة ومن السلام على اليمين واليسار يذكر الله، يشرح الله صدورهم. وليس العيد لبس الجديد، ولكن ليس لبس الجديد فقط، وهو من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يلبس الإنسان الجديد أو يعني المصبان الغسيل، ما بش حرج، إلا أن الإنسان لا يخالف السنة، يخرج يعني سوابه متزين متجمل إظهارا لنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. عفاكم الله، بالنسبة للتكبير سواء كان
قبل الفاتحة وبعد الفاتحة يقولوا سبع في المسألة خلافية. أي سبع في الأولى وسبع في الأولى ويركع بالثامنة وخمس بالثانية ويركع بالسادسة. هذا الخلاف بين المسلمين هو بسيط وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يعني سواء وكل مجتهد مصيب ولا نخطي أحد ولا يحقد أحد على أحد أبدا لأن المؤمنين في سلامة وعافية هم الموحدون هم المؤمنون هم الصالحون هم القائمون بكل خير لأن الرب واحد جلت قدرته والقبلة واحدة سواء من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المؤمن له مال المؤمنين وله وعليه ما على المسلمين هذه يعني توسعة عظيمة من ربنا نبينا واحد وإلهنا واحد وقرآننا واحد ووجهتنا واحدة وكلنا مهللون والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المؤمن هذا هو الإيمان بعينه وقال أمرت أن سواء أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هكذا دين موسع دين حنيف نسأل الله التمام على الخير هكذا يا معشر المسلمين الأعمار مقضية جاء يعني في من كلام الإمام علي كرم الله وجهه نفس المرء النفس الواحد خطاه إلى أجله وقال إذا كان المرء في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى ما أسرع الملتقى أيام قليلة تعقبها راحة طويلة ولا محنة عظيمة فعلينا بأن نملأ أوقاتنا بالخير وبالمعنى سواء بالذكر الله وبالإقبال على الله وبدراسة العلم والشباب يقبلون على الله سبحانه وتعالى وجاء في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء وجاء في حديث إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي بعض القرى بارك الله فيهم ورضي عنهم يعني يفعلون قرارات بتحديد المهر وتحديد الشرط لأجل يتزوج الشباب لأن فيه خير كثير هذه الطريقة طريقة سديدة فعلى الإنسان أن يتحصن لا فلا زهد في ترك الزواج وعلى الإنسان أن يقف بباب الله سبحانه وأن ينظر ما قال العلماء قال الإمام علي كرم الله وجهه لا مال أعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقلك التدبير ولا كرمك التقوى ولا قرينك حسن الخلق ولا ميراثك الأدب ولا قائدك التوفيق ولا تجارتك العمل الصالح ولا ربحك الثواب ولا ورعك الوقوف عند الشبهة ولا زهدك الزهد في الحرام ولا علمك التفكر ولا عبادتك أداء الفرائض ولا إيمانك الحياء والصبر ولا حسبك التواضع ولا شرفك العلم ولا زهدك كالحلم ولا ميراث ولا مظاهرة أو ثقوم من المشاورة هذه الأخلاق الدمزة العالية وفقنا الله ووفق شبابنا ووفقنا لكل خير وجنبنا من كل شر آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد القادم علينا داخلا على جميع المسلمين باليمن والإيمان والبركة والرضوان ونقول لجميع الأخوة المشاهدين كل عام وأنتم بخير شكرا لصاحب الفضيلة العلامة حمود بن عبد الله.